السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Brothers and sisters, welcome. مرحبا بكم للجميع. YouTube channel Quran host مضيف القرآن الكريم. Online Quran teacher. International Quran teacher. If you need for your children, then you contact me on the WhatsApp number. Thank you very much. Now we practice Suratul Jin, second part, but with Tajweed, inshallah, by word. Okay? Subscribe the channel, like, follow our Facebook page. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا لا ندري ندري. Make ghunna in noon mushaddad, right? And make qalqala in dal. La nadri wa anna la nadri asharrun asharrun urida. Right? Asharrun. The voice will be clear because after tanween it is hamza, letter of halqiyya. أشر أريد بمن في الأرض بمن في الأرض أم أراد بهم أم أراد بهم ربهم رشدا أم أراد بهم أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق كنا طرائق قددا قددا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وَأَنَّا make غنى إن مشدد right وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ في الأرض في الأرض وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا ولن نعجزه هربا وأنا لما وأنا لما سمعنا الهدى سمعنا الهدى آمنا به آمنا به وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فمن يؤمن
به فلا يخاف فلا يخاف فلا يخاف بخسا ولا رهقا فلا يخاف بخسا ولا رهقا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لأسقيناهم ماء غدقا وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله
يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا for watching brothers and sisters. See you with the next lesson inshallah ta'ala. Like, follow our Facebook page, sharing with your friends and subscribe the channel Quran Host and Quran Teacher USA. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.